المرمى رباعي في خط الظهر محمد هاني سعد. والفرص مشاهدينا الكرام تمر مر السحاب، فمن سيحلق في السماء الليله لقادم من ثلاثيه الجيش وثلاثيه النصر للتعدين. هنشوف النهارده لاعبي النادي الاهلي هيقدموا ايه. ادي كره عرضيه خطيره، ولكن على طول الحارس الشاب عمر رضوان اللي بيلعب النهارده اللقاء رقم 4 ليه، وهو حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر للشباب صاحب 19 عام، 94 في ادارته الفنيه للنادي الاهلي في ولايته الثالثه. ادي كره لوليد سليمان، عدت مرت خطيره جدا، يقدر، وادي الكره جول 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 جول، عملها وليد، عملها اللعيب، وحط اول جول في الدقيقه التاسعه بعد مرور، مش قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي هو معاه المفتاح وهو معاه شنطه الاجوال. عدت مرت وبالخبره وبالمهاره بيضع اول اهداف النادي الاهلي مشاهدينا الكرام علشان يحرر اللقاء ويعلن مبكرا تقدم المارد الاحمر على الخيول. الكره حباه ووليد لعيب، والاسماعيلي سجل خلالهم 14 هدف. ادي الكوره وادي المهاره وادي الحريف اللعيب وليد سليمان الشامبليون اللي فك شفره اي عوامل كانت في ذهن علاء عبد العال انه يقفل اللقاء. اتحرر اللقاء وهنشوف الكوره الركنيه، ولكن على طول ابعاد من عمر في مكان خطير، ولكن على طول الدفاع الشرقاوي موجود مره تانية يعمل ابعاد. كرة بترتد في منتهى الخطورة تعمل بند، ولكن عمر عنده طبعا ميزة ان هو يطلع يمسك من اعلى نقطة. صفارة وخطأ لمصلحة الشرقية. عمر رضوان 27.2 سنة لكل لاعب، بينما تشكيلة الشرقية اقل. ادي كرة عرضية، ولكن عمر على طول بيظبط المرة دي وبيمسك بثبات. تشكيلة الشرقية اجمالي الاعمار 287 سنة ومتوسط الاعمار 26 سنة، لكن فابع. ادي مرة تانية هاني بيلعب كرة عرضية، وادي تسديد حسام عاشور يمرر لجابر. هيعمل ايه؟ عايز يسدد، ولكن تسديدة سهلة في المتناول. بقول لحضراتكم عايز يثبت نفسه واحد من النجوم. ميدو ما يربطش مع مروان، يطلع عمر رضوان هيلعب كرة للأمام. عمر بيطلع فتحي، راح بالفطرة للمكان، وادي على طول مروان. فين يا مروان؟ دي ما تضيعش، دي ما تضيعش لسه مروان. النهارده بيشارك للمرة الرابعة، رحيل الشرقية عن دوري الأضواء وعودة هذا الموسم، موسم 2016-2017. بنستأنف اللقاء. عبد الله ضاغط ومسيطر النادي الاهلي، وادي الكوره الاماميه خطيره، وادي العرضيه، ولكن عليت وعلى طول ابعاد من رضوان، وادي تسديده مش ممكن. كوره فيها ريباوند وسكند بول، ولكن فين وان تاتش من ميدو جابر. عايز يضع اول اهدافه بالتيشيرت الاحمر الذي يعني الكثير. ادي الكوره اللي تقدم فيها فتحي، يدوب علاها والتحم مروان، ودي المتابعة والريباوند من ميدو جابر. فرصة كبيرة جدا. والنهاردة بقول لحضراتكم عنوان اللقاءات ده كمان كان بيستخدموه في اخر الدقايق كراس حربة كابوري فاروقة لإجادته لألعاب لم تكتمل من نجوم النادي الأهلي. عبد الله السعيد بيلعب كرة مقوسة، ودي لمسة راسية ولكن سهلة في المتناول عند عمر رضوان، لكن مفيش كلام. حتى يا ولد مفيش أجمل من كده، ويحط تمريرة عند فتحي، ودي فتحي يا ولد. تسديدة قوية جدا من التربو احمد فتحي، ولكن بجوار القائم الايمن. بقول لحضراتكم لاعبي النادي الاهلي لما بيسرعوا، اللاعب النيجيري
ادي محاوله مروان وادي التصدي من كابوري فاروقه. الدوري الممتاز خلال اللقاء رقم 101 101 فعليا و105 نظريا، لان عندنا اربع لقاءات. ادي كوره ومحاوله وتخلص المره دي، وكره هات وخد في مكان خطير، ولكن على طول على طول عمر رضوان والله مقدم مباراه ولقاء اليوم. مره ثانيه عبد الله بيحط تمريره، يا سلام على الجول، يا سلام يا سلام على الجول النار. بص شوف ادي الاولى ادي الثانيه والثالثه، احلى جول واقوى جول من التربو احمد فتحي بعد تمريره من البرنس عبد الله. عبد الله السعيد تمريرات تحت ضغط ما بتكملش ولا توصل. ادي كرة على طول من عمر رضوان. احمد فتحي بيلعب كرة متسقطة ولكن اقرب للحارس عمر رضوان. ارتفعت الاخطاء، 12 خطأ مقابل 8 اخطاء على فريق الشرقية. دجلة فقط 6 نقاط. ادي كرة وتمريرة وما فيهاش رايه، وادي التسديدة جول 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 جول. واجمل هزيمة حتى الآن مع الشرقية، مفيش فراية ولا صفارة، ورسمها وحطها طابلو في المقص الشمال. مؤمن زكريا بالقدم اليمنى يكمل الثلاثية وأجمل ثلاثية. قدم لقاء الجولة 13 ولكن لسه في هجمة للنادي الأهلي. هل نشوف الرباعية؟ أدي تسديدة ولكن المرة دي تكتمل.